اس الار بي ام تمام وشو حققنا؟ عرفنا كيف الكونستنت روتيتنج ممتاز. اذا ستيب 1 راح احطها هون انا بالهامش او راح احطها بخط صغير. ستيب 1 جنريتنج اللي كتبناه هناك فوق كبير بالاسود جنريتنج كونستنت اي كونستنت ماجنيتيود ماجنيتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس دنسيتي وسميناها بي مثلا نت او وايش السرعه اللي كانت تلف عليها ايش كانت تعتمد 120 اف بير فيز 120 اف على واضح هاي النقطة هاي ستيب 1 هذه ستيب 2 ستيب 2 الآن بدي أعمل تورك بس هذا هون اللي عملناه هو الجنريتنج كونستنت ماجنيتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس حتى نحقق واحتجنا ل 3 فيز سبلاي و 3 كويلز مظبوط احتجنا كويل 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 واحتجنا ايش معهم الكتريكي؟ واحد اثنين ثلاثة تمام؟ مش هيك احتجنا هدول حتى نعمل هاي هاي كلها ملخص الخطوة الأولى شو بنعمل الآن بالخطوة الثانية؟ بدنا نحط في داخل الستيتر روتر إذا هذا هون ستيتر ونشأ عندي بداخل الستيتر هذا اللي هو بي وعماله بيعمل روتيشن على ان ار بي ام هلا الان بدنا نجيب نحط روتر شوف الروتر من ايش مكون رح نعمل روتر والروتر رح يكون مكون من سكويرل كيج اندكشن سكويرل كيج نيجي هلا في هذا الروتر هون راح نحط كوندكتر في البداية راح نحط بس تو كوندكترز هذول التنين كمان نفس الشيء مشبوكين مع بعض اوكي يعني هذا روتر ايش المادة اللي جوا بدها تكون مش هاي هاي فيرو ماجنتيك ماتيريال مش هيك هذه هون راح تكون فيرو ماجنتيك ماتيريال واحتمال تكون من ايش معمولة مكونة من لامينيشنز صفائح اوكي فيروماجنتيك ماتيريال مكونه من صفائح شو رح نعمل لنا هون حفرنا جروف جروف ايش يعني زي مسار وهون حفرنا جروف ثاني حطينا سلك وحطينا سلك وشبكنا السلكين هلا مع بعض رح نشوف كيف رح نشبكهم الاثنين مع بعض هلا بدنا نشوف شو بصير لما هذا الماجنتيك فلكس يوصل هون ويقطع هذا الخط تمام واضح خلينا نشوف شو بصير رح يصير في عندي steps 2A و 2B أو 3 steps حتى 2A و 2B و 2C step 1 كانت إني كونت الـ constant magnitude rotating magnetic flux هلا step 2A رح يصير في هلا induction إيش يعني induction؟ الحث induction of 8 فولتج الصحيح احنا ما بنسميه فولتج اذا بدنا نكون صحيح دقيقين بنسميه اي ام اف ايش اي ام اف اختصار لايش؟ الكترومغناطيك فورس الكتروموتيف فورس الكتروموتيف فورس وايش الوحده تبعتها؟ فولت هلا نتطلع على هذا السلك الفلكس ماشي بهذا الاتجاه راح يقطع هذا السلك بهذا الاتجاه اذا الفلكس كيف اتجاهه بالنسبه للسلك؟ هيك إذا السلك شو اتجاهه بالنسبة للفلوكس؟ هلا هذا الفلوكس ماشي بهذا الاتجاه كيف الفلوكس؟ لو أنت قاعد على السلك شو بتشوف الفلوكس اتجاهه؟ كيف ماشي؟ هيك بس لو احنا قاعدين على الفلوكس وفكرنا حالنا إنه احنا ثابتين إنه الفلوكس ثابت وين راح أشوف السلك عم بيتحرك؟ هيك مظبوط؟ إذا كأنه في عندي حركة خلينا أحطها بالأحمر راح
حط حركة بالأحمر كأنه هذا السلك عماله بيتحرك داخل الفلوكس بهذا الاتجاه، هذه موشن للسلك، تمام؟ احنا عارفين انه الفلوكس بيتحرك هيك، بس لو انا بدي اقول انه السلك بيتحرك داخل الفلوكس كأنه بيتحرك بعكس الاتجاه، مظبوط؟ وبعدين هل عندي فلوكس؟ عندي فلوكس، الفلوكس شو اتجاهه؟ لما باللحظة اللي بيقطع فيها السلك وين راح يكون اتجاه الفلوكس؟ هيك، مظبوط؟ هذا بي اللي هو ماجنتيك فلوكس. حسب فاراديز لو، إذا عندي ماجنتيك فلوكس وعندي حركة، إيش راح يتكون؟ فولتج. أوكي، هذا هو مبدأ الحذف. كيف راح يكون اتجاه الفولتج راح يتكون؟ راح نستعمل الجنريتر، الجنريتر رول أو الجنريتر إيفكت. الجنريتر إيفكت شوفوا شو بقول. إذا عندي حركة باتجاه الإبهام، بستعمل اليد اليمنى للجنريتر إيفكت. إذا عندي حركة باتجاه الإبهام وفلوكس باتجاه السبابة الاندكس، اذا راح يكون في عندي induced voltage باتجاه الميدل فينجر باتجاه الوسط. اذا الحركة عندنا وين؟ الحركة بهذا الاتجاه، هي الحركة بهذا الاتجاه، الفلوكس بهذا الاتجاه، وين راح يتكون عندي EMF؟ داخل الصفحة. ولانه سورس، هذا راح يشتغل كسورس، راح يكون الكرنت برضو بهذا الاتجاه. اذا هون راح يتكون عندنا فولتج هيك بهذا الاتجاه، اي ام اف بهذا الاتجاه، وكرنت بهذا الاتجاه، تمام؟ اذا شو الخطوه ستيب 2 اي؟ وي اندوس ا فولتج اندكشن او كرنت اتجاهه داخل الصفحه بالسلك. لاحظ هذول الثلاثه عموديين على بعض، مش هيك؟ شو اتجاه الاي ام اف؟ هو اتجاه الاي ام اف واتجاه الكرنت. ما هي الاي ام اف راح يتولد اي ام اف، ولانه هذا راح يشتغل كانه الكتريكال سورس، الكرنت راح يكون ماشي بنفس اتجاه الاي ام اف. اوكي، هون اندكشن اوف اي فولتج ان ذا روتر كوندكتور ستيب 2 بي. هذا الكرنت بده مسار، مش هيك؟ حتى يمشي احنا عملنا فولتج، وين الكرنت المسار تبعه راح يصير؟ راح يدخل من هون، راح يطلع به هذا، راح يطلع هو في اماكن ثانيه، بس خلينا نفترض الان انه طلع هيك. اذا مش عندي كرنت، اذا اي كرنت فلوز، بس لازم احنا نعطيه مسار، وي هاف تو جيف ات ا باث. فاهمين علي شو يعني باث؟ مسار. ا كرنت فلوز ان ذا جيفن باث، المسار اللي اعطيناه اياه مشي في هذا الباث. هلا نيجي هلا على الخطوه الثالثه 2C. اذا في عندي كرنت وفي عندي فلوكس وكانوا عمودين على بعض، ايش بتكون؟ اذا عندي كرنت وعندي فلوكس وكانوا عمودين على بعض، ايش بتكون عمودي على البلين اللي بيحتوي الفلوكس والكرنت؟ فولتج. لا لا، انا عندي كرنت اوريدي، في عندي كرنت ماشي وعندي فلوكس، ايش راح يتكون عمودي عليهم؟ فورس. اذا ستيب 2C a force is developed due to the current. هذا طبعا اول واحد كان الجنريتر ايفكت، هذا هون جنريتر ايفكت، هذا راح يكون موتور ايفكت due to the current flowing in the wire and the magnetic flux. إذا نتكون عندنا magnetic force بسبب كيف اتجاهه؟ نعرف اتجاهه من اليد اليسرى. وين الflux اتجاهه؟ هيك. عفوا الflux، الflux اتجاهه هيك. الكرنت داخل بالصفحة، وين راح يكون الفورس؟ هيك. إذا راح يتكون عندنا فورس هذا الاتجاه على هذا الواير او الكوندكتر. شو بنلاحظ العلاقه بين اتجاه دوران الماجنتيك فلوكس والفورس اللي نشات على الواير؟ هي الفلوكس عماله بلف بهذا الاتجاه، كيف الفورس اجت على الواير؟ لا، الفلوكس ماشي هيك والفورس هيك، معاه كانه عماله بيسحبه معاه، يعني كانه الفلوكس عماله بيجي بضرب، هو ما بضرب فيه فيزيكلي، بس كانه الفلوكس بياثر على السلك وبيسحبه معاه. لو جينا على هذا السلك راح نلاقي في عندنا فورس بهذا الاتجاه،
تكون فورس بهذا الاتجاه من هون، وهذا راح يكون كمان عندي اف اف دبليو خلينا نسميه 1 واف دبليو 2. ايش هذول التنتين راح يكون قيمهم الماجنيتيود تبعهم متساوي، ايش اتجاههم متعاكس. هل بمروا بنفس النقطه؟ هل هذا وهذا بمروا بنفس النقطه؟ اذا ايش راح يعملوا؟ راح يعملوا تورك. هذول ايش بنسميهم اف دبليو 1 واف دبليو 2؟ كابل. اذا تو فورسز، the two forces are equal in magnitude and opposite in direction. لكنهم they don't act on the same point. But they do not act at the same point. ايش بنسميهم هذول؟ كابل. والكابل بعطوني تورك. قديش قيمة التورك؟ قديش قيمة التورك اللي بنشأ هون؟ قديش التورك اللي ناشئ عن هاي الفورس؟ التورك عبارة عن فورس في ايش؟ في مسافة. هاي المسافة. إذا هاي المسافة هون الريديوس R وهاي المسافة هون الريديوس R، راح يتكون عندي تورك بيساوي FW1 في R زائد FW2 في R، أو كأنه بيساوي FW1 في 2R إذا FW1 بتساوي FW2، فكأنه عبارة عن قيمة واحد من الفيكتورز هذول مضروب في المسافة بينهم، هيك يتكون عندي تورك. هل بكتفي بس بسلكين؟ لا، بنحط عدد من الأسلاك. وهون بعمل كمان نفس الشيء، نعمل سلك، نعمل هون كمان سلك، نعمل هون كمان سلك. اوكي، عندنا عدد من الأسلاك. هذول كلهم شو بيصير التورك تبعهم؟ بيجمع. كلهم هذول بكون عندي تورك هون تانجنشال، تورك تانجنشال، أو فورس تانجنشال بتعطيني تورك، بتعطيني تورك كلي. هدول الأسلاك كلهم بنجمعهم مع بعض على شكل قفص. عندي هاي سلك، سلك، وشو بنحط على أطرافهم؟ بنحط حلقة هون وبنلحمها، حلقة هون من الحمى. شكل هذا شو بيساوي؟ شو بيشبه؟ سكوريل كيج، بيشبه القفص السنجابي. سكوريل كيج. الأسلاك هاي من ايش لازم تكون معمولة؟ كوندكتينج ماتيريال. هذول لازم يكونوا من كوندكتينج ماتيريال. وكوندكتينج بارز. لكن اللي في الداخل بايش بيكون؟ اللي هم مركبين عليه بايش بيكون؟ فيرومغنتيك ماتيريال، معموله من لامينيشنز، معموله من لامينيشنز. ليش بنعملها من لامينيشنز؟ خفف من الايدي كارنت لوسز.